draw the shear and moment diagrams for the beam. عندنا بيم عليه لود لتحت مثلث ولود لفوق مستطيل او يونيفورم. ناخد المثلث بروح اليونيفورم ريكتانجولار بروح. هنا عندنا 6 المسافة 3 يبقى نص في 6 في 3 9. التسعة دول هيكونوا هنا مثلا على بعد تلتين المسافة يعني 2 متر. طيب هنا يبقى في رياكشن 9 كيلو نيوتن، والتسعة في 2.5 في 3 في 3 9. 9 في 2 ب18، هيبقى المومنت كده 18 كيلو نيوتن/متر. هنا هيكون 3 في 3 برضو هيكون 9 لفوق، فده لتحت 9 كيلو نيوتن. وهنا 9 في 1.5 كده 13.5، يبقى كده 13.5 كيلو نيوتن/متر. هنرسم الشير مومنت دياجرام لللودينج دي، اللودينج ده يعني الحالة دي، ومرة للودينج ده، ونجمعهم هنا. الأسهل طبعا من إن احنا يعني نطرح لود من لود ونرسم مرة واحدة، أو ممكن نعمل طبعا فانكشنز كده أسهل. نرسم الشير لده ازاي؟ هنا في 9 لفوق، وبعدين ننزل شوية شوية، ادي 9 اهم كيلو نيوتن، بعدين من هنا لهنا هننزل 9، ولكن شوية شوية. فين الصفر؟ الصفر هنا، وبالتالي هيبقى الممس كده، يعني ادي الخط الضعيف، ونيجي مماس الممس للشير هو قيمة اللود، اللود هنا بصفر، يبقى ادي الممس، وبالتالي هيطلع كده. يبقى ده الشير بتاع الكيس الاولاني. طب والمومنت 18 ده موجب، يبقى هنا هبدأ ب18 سالب، كيلو نيوتن/متر. وبعدين من هنا لهنا عندنا نص، تلقى تلتين ده فوق، 2 في 3 في 9، 2 على 3 في 2 ب2 في 9 ب18. 18 لازم يقفل ال18 اللي هنا. طيب فين الزيرو؟ اهو الزيرو اهو، يبقى هيطلع من هنا زيرو كده، وبعدين يقفل بالمنظر ده، يبقى ده مومنت سالب. لاحظنا ان احنا خدنا الصفر من هنا، الزيرو شير، احط مماس للمومنت، يبقى ادي الكيرف المماس هنا بصفر. خلصنا من الكيس الاول، كيس لودينج الاولانيه. كيس لودينج التانيه عندنا 9 سالب كده، وبعدين من هنا لهنا ده يونيفورم، وبالتالي يبقى خط مستقيم يقفل التسعة بتاعتنا. يبقى كده الشير خلصناه. الشير هنا سالب. تعال نشوف المومنت. المومنت عندنا هنا سالب، يبقى لازم يكون هنا موجب. فكده نزلنا ده تحت شوية، يعني زي بعضه، نقول 13 كده، 13.5. بعدين من هنا لهنا الاي دي لازم تكون 13.5، اللي هو نص في 3 ب1، نص في 9 ب13.5 فعلا، 5 كده. فين الصفر؟ الصفر اهو، يبقى هيطلع كده مماس من هنا، ونقفل كده. يبقى كده رسمنا كمان المومنت، وده موجب، وده المومنت، وده الشير، وهنا المومنت. هنرسم، ناخد الشير مع الشير، وممكن ناخد كده قيمة في النص عشان نقدر نستنتج شكل الكيرفز. طيب هنا
الشير 18. طب يا ترى هنا كام؟ ويا ترى هنا الشير فين؟ الشير اهو، وادي الشير اهو. هنا القيمة 4.5 سالب 4.5. طب هنا الشير نقول كده 9 ناقص الاريا دي، الاريا دي عبارة عن ايه؟ نص القاعدة في الارتفاع، فنص في 1.5 ودي 3، فنقول كده نص في 1.5 في 3 9 2.24 من 9، 9 ناقص الانسر يبقى ده هيطلع 6.75 موجب. وعندنا هنا سالب 4.5 يبقى الفرق ناقص 4.5 الفرق 2.25، هيبقى هنا في 2.25 بالمنظر ده. لاحظوا ان هنا 9 هنا ماينس 9 فهنا صفر، هنا صفر وهنا صفر فهنا صفر وهنا 2.25، يبقى الشكل بتاعنا بالمنظر ده، يبقى ده الشير. طبعا الشير الكلي بقى ده، ادي الفئة على بعض. طب بالنسبة للمومنت خلينا نقول اهو اسود ده، هنجمع ده مع ده ونحطه هنا. تعالوا برضو ناخد قيم في النص كده وفي البداية وفي النهاية. هنا 18 بالسالب وهنا 13.5 بالموجب، يبقى عندنا 4.5 بالسالب، حاجة بالمنظر ده كده، سالب 4.5. فضل نعرف مثلا قيمة هنا ولا حاجة وقيمة هنا. طيب هنا ده المومنت، القيمة دي يا ترى كام؟ القيمة دي عبارة عن مساحة الجزء ده اللي هو كام بقى ترى؟ تلتين القاعدة في الارتفاع، فاتنين على 3 في 1.5 في 6.75، 6 الحتة دي 6.75. Draw the shear and moment diagrams for the beam. كالعادة نجيب ال B Y وال A Y ونرسم الشير ثم المومنت. سيجما المومنت عند ال A يساوي صفر، أقدر أجيب ال B Y ثم سيجما ال F Y يساوي صفر أجيب ال A Y. لو خدنا المومنت عند ال A ده يدخل بالسالب، ما يضربش في حاجة لأن مسافة يعني، لأن هو المومنت جاهز. وماينس 8 في 3 وماينس، خلصنا دول، 15 في 3 بخمسة وأربعين، 5 6.5، وزائد البي واي في 5 يساوي صفر. إذن البي واي تساوي 20 مع 24 مع 45 في 6.5 تقسيم 5، طلع 67.3 كيلو نيوتن لفوق، يعني اكتر من المجموع دول. اي واي زائد البي واي ناقص 8 ناقص 45 يساوي صفر. اذا الاي واي هيكون حاجة لتحت، 76.3 ماينس 8 ماينس 45، 14.3 لتحت. نبدأ نرسم الشير من اقصى اليسار، ده الشير بالكيلو نيوتن، بادي بسالب
14.3 وامشي افقي. طبعا هنا مش هتوقف لان ده مومنت، لكن هنا هنزل 8 يعني صار 22.3، وبعدين امشي افقي واصعد 67.3، يتبقى 45. وهنزلها شوية شوية لغاية ما اوصل للصفر. يبقى هنا موجب وهنا سالب. عندنا 3 areas، الاريا دي 14.3 في 2 يعني 28.6، ودي 14.3، وهنا نص في 3 45، يعني 45 و22.5 يبقى 67.5. طبعا لازم ابدأ من الصفر وانتهي بالصفر. اول اريا عندي سالبة مقدارها 28.6، انزلها. وبعدين هنا في مومنت 20، مومنت ده سالب، معناه يبقى موجب، يبقى ازود 20، ده اكسترنال ده يبقى انترنال، يبقى هنا ماينس 8.6. وبعدين نزلت ماينس 8.6 وماينس 14.3، الاريا دي يديني ماينس 22.9، يعني أقل شوية هنا كده، ماينس 22.9. بعدين أصعد، لا ما صعدش ولا حاجة، أنزل برضو الشوية دول اللي هما الأريا دي 22.3 في 2 يبقى ماينس 44.6، يبقى شوية دول قول ماينس 44.6، يبقى ماينس 67.5. والميل أكبر شوية، إن الميل 22.5 هنا كان 14.3، يبقى ماينس 67.5. الأريا دي موجبة وعندنا خط بدأ بارابولا، الصفر هنا يبقى لازم أمس هنا بصفر ويروح نازل كده، يبقى كل ده سالب. شير اند مومنت دايجرامز فور ذا بيم. عندنا اي واي، اي اكس بصفر طبعا مفيش فورسز في اتجاه الاكس، والبي واي. وعلشان نجيب الرياكشن اقول سيجما المومنت عند الاي الاول بصفر عكس عقارب الساعة موجب. هنا عندنا دبليو نوت ال، وهنا نص دبليو نوت ال على بعد التلت، يعني الحتة دي ال اوفر 3. طيب يلا نقول كده ماينس دبليو نوت ال في نص المسافة، يعني ماينس نص دبليو نوت ال في تلت زائد ال، يعني 4/3 ال زائد بي واي في ال يساوي صفر. إذن الأول خلينا نقول دي بروح، وإلا على تلاتة دي مسافة. طيب هيطلع ال بي واي بيساوي كام؟ احنا لو شطبنا ال ال مع ال ال مع ال ال هتبقى هنا دبليو نوت ال مشترك، يبقى دبليو نوت ال نص زائد تلتين، نص زائد تلتين سبعة على ستة دبليو نوت ال، ده ال بي واي. سيجما الاف واي يساوي صفر. عندنا اي واي لفوق مجهولة لسه، البي واي معلومة، ماينس دبليو نوت ال ماينس نص
دبليو نوت ال يساوي صفر. إذن ال اي واي 1.5 ناقص 7/6، 9/6 ناقص 7/6، 2/6 يعني تلت دبليو نوت ال. كده جبنا التو رياكشنز. أبدأ رسم من أقصى اليسار، أطلع تلت مثلا قد كده، يبقى ده 1/3 دبليو نوت ال. أنزل دبليو نوت ال يعني اتبقى تلتين، يعني ضعف المسافة دي، يبقى هنا ماينس تلتين دبليو نوت ال. بعدين أصعد 7/6، تلتين يعني 4/6، وهنا 7/6 اتبقى 3/6 يعني نص. حاجة كده هيبقى دبليو نوت ال هنا في نص، من هنا لهنا في نص، وهي دي خط، هو هنا اليونيفورم فيبقى خط، هنا خط، يبقى هنا بارابولا من الدرجة الثانية. خلينا نرسم خط ضعيف كده الأول، نقط يعني آسف، أو ضعيف أي حاجة، وبعدين نشوف البارابولا شكلها ازاي. وين الصفر لود هنا؟ أطلع مماس من عنده دايما كده، مماس يبقى الكيرف اللي جوه كده. طيب عندنا هنا بلس ماينس بلس، عشان ارسم المومنت اجيب اريات من فوق. الاريا دي عبارة عن ايه؟ طبعا ده تلت دبليو نوت ال على دبليو نوت ال، يديني المسافة دي تلت ال، يبقى المساحة دي عبارة عن نص الطول اللي هو ال على 3 في تلت دبليو نوت ال، يعني هيساوي 1/18 دبليو نوت ال سكوير. يبقى دي الاريا الاولانية موجب. طب والاريا دي نص طبعا ماينس القاعدة اللي هي تلتين ال في الارتفاع اللي هو تلتين دبليو نوت ال، يعني يساوي ماينس اتنين، تروح مع الاتنين يتبقى 2/9 90 دبليو نوت ال سكوير. يبقى دي الاريا رقم 2. الاريا دي لازم تعادلها، الاريا دي عبارة عن بارابولا لجوه، يبقى تلت تلت القاعدة اللي هي ال في الارتفاع اللي هو نص دبليو نوت ال، يعني هتبقى سدس دبليو نوت ال سكوير. لازم السدس مع 1/18 يساوي 90. تعال نشوف، 1/18 + 1/6 90 مظبوط. يبقى نرسم من هنا لغاية هنا، عندنا المساحة اللي هي 1/18 دبليو نوت ال سكوير. هل يا ترى خط؟ لا طبعا مش خط، دي بارابولا، لأن ده خط. فين الصفر؟ الصفر أهو، يبقى أطلع الممس بصفر هنا، يبقى كده البارابولا لبره. من هنا لهنا 1/18 ناقص المساحة دي اللي هي 90، 2/9 يعني ماينس سدس، ماينس سدس يعني 3/18، يعني أكتر شوية من المسافة دي هنا كده. طيب هنا هنقول 1/6 دبليو نوت ال سكوير. شكل البارابولا ازاي؟ ادي الصفر هنا، فيطلع المقاس الاول، ارسم خط منقط اهو، والصفر شير هنا يعني مقاس هنا كده، يبقى لازم اطلع، يبقى البارابولا لفوق كده اهو. طيب من هنا لهنا المساحة دي قد دي، ده سدس موجب ده سدس سالب، يبقى برضه اوصل خط منقط، وبعدين اقول الصفر هنا فاطلع صفر شير، يبقى الصفر مومنت، يبقى اطلع موازي هنا، يبقى الشير هنا السلوب بتاع المومنت صفر، فيطلع كده، يبقى البارابولا بالمنظر ده.
عندنا هنا بلس وهنا ماينس، ويبقى ال V max وال M max القيمة اللي هنكتبها دي أهم حاجة في الرسم. ال V max ناخد أكبر قيمة أبسولوت، تلت نص، ده تلتين يبقى أكبر، تلتين W نوت L. طب وأكبر مومنت عندنا 1/18، يعني هنا 3/18، يبقى سوتس، ونرجع بالإشارة W نوت L سكوير. Here and moon diagrams for the overhang أو for the overhang beam. عندنا طبعا reaction AY ومفيش AX وفي BY وسيجما المومنت عند ال A يساوي صفر، شوية اللود اللي هنا نص، 6 × 3 يعني 9 كيلو نيوتن، المسافة التلت، الطول يعني 2 متر، هيبقى ماينس 9 × 2 وماينس 6 × 7.5 زائد ال في واي في 6 يساوي صفر. اذا ال في واي يساوي 18 × 6 × 7.5 على 6 10.5 كيلو نيوتن، ده ال بي واي من سيجما ال اف واي يساوي صفر، اي واي بي واي ماينس 15 يساوي صفر. اذا ال اي واي هيكون 4.5 كيلو نيوتن. جبنا الرياكشن نقدر نرسم، نبدأ من أقصى اليسار 4.5 موجب، وبعدين من هنا لهنا هنزل 9 يعني 4.5، الصفر طبعا هيكون هنا كده، مرة تانية 4.5 وهنزل 9 يبقى -4.5 مع 10.5 يبقى 6 هنا كده، امشي افقي وانزلها. طيب بالنسبة للكيرف شكله ازاي؟ طبعا هو مش خط خفيف اهو، فين الصفر؟ الصفر هنا، يبقى هنطلع كده هنا صفر اهو، يبقى ادي شكل الكيرف. وبعدين همشي من هنا لهنا هطلع 6، امشي افقي وانزل، ده بلس بلس ماينس، طبعا الخط ده وهمي بس عشان نعرف شكل الكيرف فين. طب المسافة دي كام يا ترى؟ نسميها اكس مثلا، الاكس بتساوي ايه؟ حسابها من هنا اسهل، احنا عندنا 6 دي مع 6 من اول هنا، من هنا لغاية هنا كان في -4.5 هيصعدها، فعايزين اريا، عايزين الاريا دي تساوي الـ4.5 دول، فهقول كده نص في، لو سميت المسافة دي مثلا اكس داش، ولا نسميها ال، نسميها مثلا بلاش واي لان الواي رأسي، نسميها اكس خلاص، ودي مش هنسميها اكس ولا حاجة، دي نحسبها
خلاص الاكس اللي هي هنا هيبقى نص في اكس في الارتفاع ده عبارة عن ايه؟ 3 على 6، 3 على 6 يساوي الارتفاع ده اللي هو واي على اكس، يبقى الواي بتساوي نص اكس، يبقى نص في اكس في نص اكس هيساوي 4. اذا الاكس بكام؟ اكس هي المسافة دي، نص في نص يعني 4 في 4.5 يعني 4.5 في 4، وعايزين الجذر التربيعي هيطلع 4.24. يبقى المسافة دي 4 من هنا، طلعت هنا 4.24 ناقص 6، 1.76 هنا، 1.76 متر. طيب كده عرفنا عندنا هنا اريا موجبة وعندنا هنا اريا سالبة. عايزين دلوقتي الاريا دي، من الاريا دي موجبة، يبقى معنى كده 6 في 1.5 9، مفترض هنا كان في -9، -9 دي مع الاريا اللي فوق دي تبقى هنا 9، يبقى المومنت كده هنا رسمناه. طيب فاضل ان انا اجيب الاريا الموجبة هنا دي، وطبعا الصفر خلينا نقول نرسم خطوط ضعيفة خالص كده، اهي زيرو الشير هنا، يبقى الممس هنا بصفر، يبقى ادي الكيرف اهو كده، والناحية التانية هيبقى كده. ما عندناش ناقص غير اجيب القيمة بس دي. طيب القيمة دي يعني المومنت هنا احسبه من جهة اليمين سهل، هقول كده 6 في المسافة دي، خليكم معايا كده، هقول المومنت هسمي ده ام، او المومنت بيساوي 6 في كل المسافة اللي هي 1.5 زائد 4.24، عمل كده زائد شوية دول اللي هما النص في 4.24، نص القاعدة في الارتفاع اللي هو نص ال 4.24 نص اكس، هيبقى ايه مرة تاني؟ نص القاعدة في الارتفاع ده اللود في تلت المسافة، في 4.24 على 3 ناقص الرياكشن اللي هو البي واي 10.5 في 4.24. طبعا حسبتها صعبة شوية، 6 في 1.5 زائد 4.24 زائد 0.5 في 4.24 تكعيب تقسيم، لأن أدي 1 2 3، تقسيم 6 ناقص 10.5 في 4.24 طلع 3.73، يبقى المومنت هنا 3.73، وهنا -9، ويبقى كده خلصنا الرسم.